من جديد طبعا برحب بيك يا مريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يمكن معنا العديد من اللقاءات النهارده نظرا طبعا لاهميه البطوله وفوز النادي الاهلي بالسوبر المصري لتاني مره على التوالي. ويمكن زي ما قلتي برده معايا واحده طبعا من نجوم النادي الاهلي واللي شفنا النهارده ادت اداء قوي جدا في مباراه اليوم, محترفه النادي الاهلي تيتيانا بوكان. تيتيانا, اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل اند ليت مي تيل يو كونجراتيليشنز فور توديز ماتش, يور فيرست تشامبيونشيب ذس سيزون, سو كونجراتيليشنز اند تيل مي هاو ديد يو سي توديز match against Zamalek. Thank you so much. I'm so proud. I'm so proud of this team, and this is first game actually we face a strong team, and at least it was a great game, and public could enjoy like really nice volleyball. Congratulations to the to my team, and congratulations to Zamalek too. They played very well. Yes, we achieved first cup. And I promise in beginning that we're gonna achieve fourth. يمكن طبعا زميلتي مريم سالتها وباركتها طبعا في البدايه على اول بطوله ليها هذا الموسم, يمكن طبعا قالت ان هي سعيده جدا وفخوره يعني بفريقنا فريق النادي الاهلي. شايفه كمان النهارده الاداء كان جيد جدا, شايفه كمان بتبارك لجميع لاعبات النادي الاهلي وبتبارك ايضا للاعيبه نادي الزمالك على ادائهم النهارده, شفنا منهم ايضا اداء قوي جدا. سعيده مبسوطه فخوره طبعا بالفريق, ويمكن قالت يعني مبروك لنادي الزمالك ولكن يعني احنا اللي اخذنا المركز الاول, ويمكن طموحها ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي وهو الفوز ب يعني باقي البطولات. يمكن قالت اربع بطولات, يمكن تقصد بالتاكيد يعني بطوله افريقيا, الكاس, وبالتاكيد الدوري, والرابع طبعا هو كاس السوبر المصري. تيتيانا, I saw that you were crying after the match end. We saw you are crying. Tell me your feeling today winning your first championship, a very tough game against Zamalek. We saw five shots. A very tough game against a very, very hard team like Zamalek. So tell me your opinion and also tell me your point of view about today's performance of all the players, either Al Ahli or Zamalek. First of all, yes, I was crying even before match because one man from Federation, he didn't know that I don't have parents, and he was asking me where is my father. And this is victory for two of them, for my father and my mom. That's why I was crying, because I'm missing them so much, and they was the first and the last call I did when I have matches. Now I'm missing so much, but I know that they are proud still on me. Of course, they are proud of you, and they are very happy for you, and this win is for them. Yes. Alhamdulillah. 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 Yes. Don't cry, please. Don't cry. Alhamdulillah. And good luck for the next matches. And again, congratulations for today's match. Thank you. Thank you. Thank you so much. In April, it's going to be tough because now again in March, we're not going to play games. But then from the end of March till 5th of May, it's going to be really tough. طبعا زميلتي مريم انا كنت بتكلم معاها وبقولها يمكن بعد المباراه ما خلصت على طول كانت يعني بتعيط بتبكي, يمكن قلت لها يمكن كانت دموعها كانت موجوده, قالت لي ان هي كانت بتبكي, يمكن طبعا راحت ان هي يعني تتصور مع بقيه اللاعبات. يمكن طبعا تاتيانا كان في البدايه كانت بتعيط يعني لانه قالت لي ان قبل المباراه يمكن حد من او احد يعني اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره الطايره يمكن عرف قبل المباراه ان هي يمكن فقدت والدتها ووالدها, وهي يمكن كانت متاثره شويه طبعا ان هي بتهدي الفوز ده ليهم ولروحهم, وهي شايفه طبعا انه اكيد هم مبسوطين وفخورين بيها. فيمكن هي كانت يعني بعد المباراه كانت في دموع فرح وطبعا دموع عشان خاطر والدها ووالدتها. كمان هي اتكلمت طبعا على المباراه ان هي فرحانه جدا النهارده ومبسوطه, وشايفه كمان ان شاء الله في شهر 4 القادم هيكون في البطوله الاصعب بالنسبه لفريق النادي الاهلي وهي بطوله افريقيا لكرة الطايرة, وان شاء الله يتوعد كمان جماهير النادي الاهلي ان ان شاء الله هيفوزوا بالبطولة. يمكن دي طبعا زميلتي مريم كان لقائنا مع المحترفة تيتيانا بوكان محترفة فريق النادي الاهلي, والان العودة مرة اخرى للاستوديو طبعا لكلمة ليك يا مريم, تفضل. شكرا ليكي جدا زميلتنا سالة حامد من ارض الملعب, شكرا طبعا على كل هذه اللقاء.